الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. دائما مع الدرس الثاني لونكادرومون او التأطير خطوة بخطوة بدون تسرع للسنة الثانية إعدادي مسار عادي ومسار دولي وكذلك السنة الثالثة إعدادي. فوالا، إذا بعدما تطرقنا إلى الخاصية إكس، قلنا دائما مثلا لكانت إكس أصغر من 7 عندما نضيف العدد نضيفه إلى جميع الأطراف، مثلا إكس زائد 3 سنضيف 3 إلى جميع الأطراف. فوالا، تصبح النتيجة هي 4 أصغر من X أصغر من يساوي 10. وقلنا إذا كان X مثلا أصغر من ناقص 2 أصغر من يساوي 10، عندما تنقص عدد ستنقصه في جميع الأطراف لا أحد، ناقص 2 ناقص 7، إذا النتيجة هي ناقص 9 X ناقص 7 أصغر من يساوي 3. إذا عندما تضيف عدد تضيفه إلى جميع الأطراف، وعندما تطرح عدد تطرحه في جميع الأطراف. Si on ajoute un nombre, on va ajouter dans tous les côtés. Si on fait la soustraction, on fait la soustraction dans tous les termes gauche et à droite. دابا وصلنا إلى خاصية أخرى. إذا سي لاحظ X أصغر من أو يساوي B أصغر من يساوي A. إذا كان سي ألفا مثلا ألفا أكبر من أو يساوي زيرو، إذا ضربنا ألفا في إكس سنضرب ألفا في جميع الأطراف. إذا أ في ألفا ماذا تعني؟ يعني إذا كان العدد موجب أضرب جميع الأطراف وستحصل على نفس النتيجة. مثلا سي إكزومبل، نأخذ مثال آخر، سي إكس إنفيريور أ دو إنفيريور أ أن. مثلا 3 اكس، لاحظ 3 عدد موجب، اذا اضرب 3 في جميع الاطراف، ملتيبلي 3 دون تو لي تيرم، دونك ستصبح 3 في 1 اصغر من 2 في 3. اذا النتيجه او لونكادرومون، اذا نتيجه 3 اكس، لاحظ هنا 3 اكس ستصبح انفيريور 6 اي 3. دونك سي اون ملتيبلي 3 هنا، on va multiplier 3 هنا، on va multiplier 3 بوزيتيف، ما عندناش مشكل. فوالا، اكزومبل اخر، اذا ناخذ ان اكزرسيس بشويه علينا. فوالا، اذا ستيب باي ستيب اكزرسيس، اون اكس ابارتونون ا زد، فوالا، اي اكس موان 2 انفيريور ا اكس انفيريور ا 3. سؤال اون كادري مثلا 3x، encadré 4x، encadré 7x. إذا أوقف الفيديو في اليوتيوب وأجب على السؤال وتأكد من صحة السؤال عندما تعيد تشغيل الفيديو، وبالتالي أوقف الفيديو وحاول. إذا لاحظ ماذا قلنا، إذا كان العدد موجب أضرب 3 في جميع الأطراف. أون، سنجيب بالفرنسية أون moins 2 inférieur à x inférieur à 3، on veut encadrer 3x، إذن 3x. إذن لاحظ هاتا ستصبح x هاتا inférieur à 3 inférieur à moins 2، ولكن on veut multiplier par 3. شو شو معايا 3؟ إذن 3 هنا، ثاني كذلك هنا 3، ثاني كذلك هنا 3. عدد موجب لن يتغير اي شيء، rien a changé si on multiplie par un nombre positif. اذا وبالتالي النتيجه ستصبح ناقص 6 inférieur à 3x inférieur à 9. اذا النتيجه يجب ان تحصل على هذه النتيجه، نعم. اذا 4x كذلك 4x، لاحظ جيدا اخي بالعربي، نقول بما ان x inférieur à 3 أصغر من ناقص 2، نريد أن نؤطر 4x. 4 عدد موجب لن يتغير أي شيء، إذن 4x، إذن 4 في 3 ثم ناقص 3 في 4، إذن النتيجة هي ناقص 8، 4x أصغر من 12. إذن عادي جدا، عندما تضرب عدد موجب أضرب الأعداد في الأطراف ولن تتغير أي شيء. إذا أردت أن تضيف عدد موجب أضيف في جميع الأطراف لن يتغير أي شيء، إذا أردت أن تنقص عدد لن يتغير أي شيء. إذا شكرا على انتباهكم، تعلمنا كيفية الفيديو المقبل. أما عدد سالب، إذا لننهي هذا الفيديو. يلا تخيل معي جدا، هنا يجب أن تقوم بالحيطة والحذر. إذا لاحظ عندما يكون x أصغر من أو يساوي 1 أصغر من 7، نريد أن نؤطر مثلا ناقص 3x رجاء. فوالا،
أو نريد أن نؤطر ناقص x. ماذا تعني ناقص x؟ يعني ضربنا في ناقص واحد. عندما تضرب عدد في ناقص واحد ستتحول الأشياء، إذن النتيجة ستكون هي ناقص x. هذا الطرف سيصبح نضرب ناقص واحد في هذا الطرف هنا، وهذا الطرف سيصبح في الطرف الآخر، إذن النتيجة هي ناقص 7 ناقص واحد. نعم، إذن تخيل معي، إذن بصفة عامة، إذا كانت أ أصغر من أو يساوي X أصغر من أو يساوي بي، وكان عندك ألفا أصغر من أو يساوي زيرو، لاحظ ألفا X ستبدل، ستصبح ألفا في بي، ألفا في بي، وهنا تصبح أ في ألفا. يعني إذا كان عندك عدد سالب يجب أن تبدل الأطراف. إذن إكزرسيس، إذن سنقوم ببعض التمارين. لاحظ إكزرسيس هنا، تخيل هنا X inferior à 7 inferior à 2، مثلا أنكادري أطر ناقص X. إذن الإجابة إيش قلنا؟ قلنا ناقص واحد يجب أن تغير. إذن لدينا هنا اثنان أصغر من X أصغر من 7، ناقص X هي ناقص واحد، يعني ضربنا في عدد سالب ناقص X، هاد 7 هادي غتجي للطرف الآخر ونضربوها في ناقص واحد، حيت ضربنا في ناقص واحد، إذن غتولي ناقص واحد في 7، وهاد اثنان اللي كاين هنا في الجهة غتولي في الجهة الأخرى، غتولي اثنان في ناقص واحد. إذن النتيجة بشوية عندنا حتى نميتريزو كل شيء، إذن غتولي عندنا هنا ناقص X أصغر من أو يساوي ناقص 7 أصغر من أو يساوي ناقص 2. فوالا، شوية علينا ثاني. تمرين آخر، إذن لاحظ تمرين آخر، إذن فإكزرسيس لدينا مثلا 2 أصغر من X أصغر من 5، أنكادري أو أطر أنكادري ناقص 3 X. فوالا، إذن X ضربناه في عدد سالب يجب أن نضرب ناقص 3، ولكن نبدل. إذن نقول لدينا X أصغر من 5 أصغر من 2. شوف، عندما نضرب عدد سالب هذه الخمسة تجي في الجهة الأخرى، وجوج تجي في الجهة الأخرى، ولكن تنعقبو نضربوها في ناقص 3. لاحظ ناقص 3 X، فوالا شوف ناقص 3 X، ولكن هاد الخمسة تجي للجهة الأخرى، تضرب ناقص 3 في جميع الأطراف، ولكن غتضربها في 5، وهنا جوج غتضربها فاش؟ في ناقص 3. هاد جوج هنا غتجي لهنا وغتضربها في ناقص 3، وهاد خمسة غتجي لهنا وتضربها في ناقص 3. إذا نضرب كلشي في ناقص 3، ناقص 3 ناقص 3 ناقص 3، ولكن تتبدل لي تيرم، تتبدل لي تيرم. إذا اش غتولي؟ غتولي النتيجة هي ناقص 3 إكس أصغر من أو يساوي ناقص 6 أصغر من أو يساوي ناقص 15. فوالا، إذن يلاه بشوية وعندك تمرين، وحبس لي الفيديو الله يعطيك الستر في اليوتيوب، وحاول تخرجو راسك. فوالا، دائما هاتا إكزرسيس، مثلا أون ناقص 2 أصغر من إكس أصغر من 7، إذن أونكادغي لي نومبر سويفون، أونكادغي شوف معايا، أونكادغي ناقص 3 إكس ناقص 4 إكس ثم ناقص إكس. أوقف الفيديو ثم أنجز التمرين التالي رجاء. فوالا، تذكر جيدا اش قلنا. قلنا إلا كان إكس صغر من شي عدد أ وصغر من بي، إلا ضربتي في عدد سالب هاد إكس خاصك تبدل، هذا غيجي هنا وهذا يجي هنا. مثلا ضربنا في ناقص 7 إكس، شوف معايا هاد ناقص 7 هاتا هي ناقص، كتب ناقص 7، كتبتي ناقص 7 كتب هنا، ولكن هاد بي هو اللي تجي به هنا، غيولي هنا، وهاد أ هو اللي غتجي به لهنا. فوالا، عادية. إذا سوليسيون ديال هاد الحالة، يلا حبس الفيديو جاوب ثم غنشوف. إذا شوف معنا ناقص 2 إكس أصغر من إكس أصغر من 7، يلا ناقص 3 إكس، شوف معايا ناقص 3 إكس أش غندير؟ غندير هنا ناقص 3 في بشوية، وندير ثاني هنا ناقص 3 في بشوية. أش قلت؟ هذا تنجيبو لهاد الجهة، إذا تيولي 7، وهاد العدد تيجي لهاد الجهة تيولي ناقص 2. بشوية ناقص 3 غنضربها هنا، ونضرب ناقص 3 ونضرب ناقص 3، ولكن هذا اللي هنا هو اللي نجيبو، نخليه ما ندير حتى حاجة، وهذا هو اللي نجيبو. اش غتولي هنا؟ ناقص 21 صغر من 3 إكس صغر من أو يساوي ناقص 3 في ناقص 2. شوف ناقص 3 في ناقص 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 تعطيني زائد، غتولي هي 6. إذا النتيجة هي هذه.
يلا وقف الفيديو وجاوبنا على ناقص 4 اكس. ناقص 4 اكس اش قلنا هنا؟ لدينا بشويه نبدل السيلو باش يبان لكم لا ديفيرونس. لدينا شوف معايا هات اكس بين ناقص 2 وناقص 7. الهدف ديالنا نأطرو ناقص 4 اكس. هات ناقص 4 اكس، شوف نضرب ناقص 4 ها هي في اكس، نخلي هاد ناقص 4 هنا ها هي، ونخلي هاد ناقص 4 هنا ها هي. ولكن هذا اللي هنا هاد ناقص 7 هنا، هذا 7 سمح لي زائد 7 هنا، عندنا هنا المعطيات هي 7 ماشي زائد هنا اون غوم اون فايتيليز ان غوم باردون. فوالا يلا هات هاد 7 اللي هنا هي اللي غتجي في هاد البلاصه غتضربها في 7، وهاد ناقص 2 غتجي لهنا ها هي ناقص 2 تتبدلهم تتخليهم هما النيت غير تجيبهم من جهه اخرى. اذا غتولي ناقص 4 اكس ناقص فاش ناقص اش غتولي هي زائد 8، وهذه غتولي حتى تولي ناقص 28. فوالا رجاء ضرب ناقص 4 في الاطراف كاملين ما كاينش مشكل ناقص، ولكن هذاك اللي بي تيولي هنا وا تيولي هنا جي خليهم ابار. فوالا اذا شكرا على انتباهكم والى اللقاء في فيديوهات مقبله ان شاء الله. يعني كخلاصه خصوصا ناقص اكس، الا كانت عندك هذه راه ناقص اكس اش غتولي؟ شوف هاد 7 تتولي في هذيك الجهه الاخرى، ودير الاشارات قلب الاشارات قلب الاشارات الا كانت ناقص اكس. فوالا عقل عليها مزيان هادي. شو تاني نزيدك تاني واحد الحاجه اخرى خويا العزيز واختي العزيزه، ها هي اكس هات صغر من 2 صغر من 7، الا درتي ناقص قلب. اش كانت عندك هنا؟ كانت عندك اشاره زائد غتولي هنا ناقص 7، اش كانت عندك هنا؟ ناقص غتولي في الجهه الاخرى 2. نعاودو اخويا نعاودو تاني حاله اخرى، هادي فان هادي هنا نعاودو تاني. الا كانت عندك ناقص 2 صغر من اكس صغر من او يساوي ناقص 1، شوف اش بغي نأطر ناقص اكس، فاش تولي عندي ناقص شوف اش تولي عندي ناقص اكس اه هادي تنجي تندير نعكس الاشارة في الجهة الاخرى تولي هي 1، وهاد ناقص 2 غتجي هنا غتولي هي 2. فوالا بحال ضربتي في ناقص 1 ضرب ناقص 1 هنا وهنا، ولكن غتدير يلاه كخلاصة. فوالا باش ما تلفش كاع الا ما حفظتيهاش حتى شوف معايا عندي اكس صغر من او يساوي ناقص 2 صغر من او يساوي 7 هات ناقص 1 غنضرب في ناقص 1 هات ناقص 1 خليها ابار ناقص 1 خليها ابار، ولكن شوف معايا غتجيب هاد 7 خليها هنا ها هي، وغتجيب هاد ناقص 2 خليها هنا، غتجيك هنا 2 وغتجيك هنا ناقص اكس وغتجيك هنا ناقص 7. كخلاصه هات كخلاصه الا كانت عندك ناقص بلا ما تبقى دير فيفي، الا كانت عندك مثلا ناقص دائما الا كانت عندك ا صغر من او يساوي اكس صغر من او يساوي بي فان هات ناقص اكس عود سير العكس ديال هادي ها هي ناقص بي، وتجي لهنا ودير العكس ديال الاشاره ديال ا هنا صافي وعوض هذوك الاعداد. اتمنى ان اكون قد افدتكم. شكرا على الانتباه والى اللقاء.